ديال المارشي تيكون مكسيك عند ثلاث العساس بعد الماء العساس يكون العساس يكون فيها ديك الحديدات اللي كيوقفوا تما الوقت ما يوصل تما الباسبور سي يوقفوا العساس باش مشيتي ترانسبرايت تدخل تما ديالي بالطبق المحطه ديال سميتو ديال الدران خصو يكون هذا العساس ضروري العساس تما ضروري العساس خصهم يحترموا قانون السير ما يتسابقوش على طوموبيلات و الله يحفظ يوقعوا شي حوادث خطيره جدا يحترموا قانون السير وما يكونوش زربانين بزاف هادشي اللي كاين مولي ترانسبورت الشباب اللي وقت تهور اللي كيحترموش قانون السير يدو في الهاتف في الدار تعرفوا الوزاره يخليو الناس جاركوا اللي غادي يعطيو يسوقوا مزيان وعندهم الخبره في السوق يعطيوها غير الولاد باقي الصغار ترانسبورت ما عندوش الاكسبيرينس في السوق ما كيعرفش ما كيحترمش لي زاد وصافي حتى شي حتى كيجي فيها اما يعمل شي حادثه يقتل الناس يضيع الناس ويضيع حتى راسو هو فهمتي هذا هو كنخلقوا البيرمي كيتعطى لك المكان يا الشبكان يا دابا البيرمي حتى البيرمي كونفيونس كيعطيوه للانسان مدمن كان في الحبس ما كيحترمش لا حياه الناس ولا الصديق ولا داري انا كاين المشكل ديال عدم احترام قانون السير واللي كيسبب هاد الحوادث بزاف وكاين التوعية كاين شيئا ما كاين التوعية في وسائل الإعلام وفي وسائل الإعلام وكاين إفراط السرعة المفرطة والتهور حتى هو كاين الجهات المعنية ما كتراقبش الحالة ديال العربات إلى آخره. شوفوا الله يجازيكم بخير بركة من السرعة بالخصوص الطوموبيلات اللي كيهزوا ناس المعامل راهم دائما كيمشوا بالسرعة الله يجازيكم بخير الله يشافيهم الله اللي مريض الله يشافيه واللي مات الله يرحمه الله ينصر سيدنا